فضلوا اللايف ياخد صورة مع الشخص. Darf ich übersetzen? Ich frage Sie, wie heißen Sie? Okay. طبعاً. أستاذة فاطمة، أنا لا أضيف لحضرتك طبعاً، بس حرف الإي هنا في الألماني عصاية وعليها نقرة. عشان كده أنا قلت لها. أنا قلت لها. أنا شكيت إن هو إيه، قالت لي كده. أوكي، بس هي رديت طبعاً. دي على بياض بقى. لا الشك هنا اللي هتبيعني فيها. ايوه ده الشك هنا، فيها شك طبعا. لا الصوره دي امضي على الصوره، ورقه بيضاء. لا ورقه بيضاء. لا على الصوره. نو 999 ان بيس سيتل نيمارس. ما اختطاش. ادي لها القلم بتاعها بقى وخلصت. اي ساين ماي فوتوز. لا خلاص بقى، خلاص، لان كل الناس دولت عايزين. علي لويت فولن هات باك اب. انا المهندس وديع. دكتور مهند، عرفتي منين بقى؟ اهلا بيك مهند الطبيب بتاعتي. اهلا بيك. ايه القمر ده؟ انت بتاعي يا مخصوص طبعا. هروح اقول لمراته. فاكر ماما دي حبيبتي؟ ما هي انت العمل. ماما دي حبيبتي. انت العمل اللي انت استني وزلمني بقى كل وقت. هو يا سيدي ما قاليش ان انت اللي عامل. قولي له انا خدته من مصادر. ده المصدر بقى. بصوا يا جماعه القلم الساحر ده تن. عايزه كلمه جميله. عناية دكتوره مها. دكتوره مها بس انا اللي شارك كوتك مش دكتوره مها.
انا جزء بس انا اللي شاري دفع لك حاجه انا طبعا مال ايه وانا خدها ببلاش يعني بس انت ماهي داود يا بنتي انا مستني داود ده اسمي الاول طلع فجاه تصور يا هو القلب ده اللي بينور عشان القلم مكتوب عليه مها داود ايوه انا لا احب الظلام ده جميل جدا انا بخاف استعمله عشان لا استعمليه وجيب لي كده استعمليه وقت ما يخلص ابعت لك هو مفيش استاذه فاطمه مفيش استفتاء لاسم الكتاب الجديد ممكن نشارك فيه زي الاوغاد اللي يسمعونا يلا قولوا بس عادي ايه طيب هو الكتاب عن القلم منور كده القلم منور قضيه قبطيه استنى مايو يلا قولوا لي ما انت كتبتي انت كتبتي مقاله حلوه الاخيره طبعا ايوه صح بس المقاله الاخيره بتاعتك كانت حلوه لقبات في رمضان رمضان شهر الاخبار رمضان شهر الاخبار ده انا بلغه من الوزير في كتب تانية ادينا هنا خلينا كلنا لا 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 يا ست فاطمه عارفه مين نائله استاذ امير نائله بس سيبها التليفون عشان اصور حضرتك هل يعني لا هو بتاع نائله مش مصوره دي اول مره قطعت صوابعها قطعت اصابعها على خطوه على قميصها انا عندي قصيده اسمها من اجل نائله خاتم من اجل انا عايزاها دي طب صدقيني حبايبي اول حد يكتب اسمي صح كلهم يكتبوا نائله انا بكتب نائله بصي هقول لك حاجه ابعتي لي على الفيسبوك بس البيج الاساسيه بتاعتي الصحيحه فيريفايد اوكي يعني عشان في كتير بيكتبوا مزورين يا استاذه فاطمه انت بس شكرا للمصريين اللي كانوا هنا انت ما شفت غير المصريين لا لا بس سوريا انا سوريه لا 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 سوريا لا لا سوريا الناس كلها سوريين مصريين كتير ده سوريا دي سوريا في القلب انت لو كلمت انت لو كلمت كانت قالت اللغه بس على فكره الاستاذه فاطمه قالت شكرا لكل الناس اللي حضرت ما خصتش شعب يعني شكرا للشعب السوري شايفه صور يا ابعتي ولا ابعت لك خاتم من اجل نائلة اوكي يا بختك ست نائلة خاتم خلص بس من اجل نائلة شكرا كان خطي احلى زمان خدت مهندسة 24 شكرا